السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم عن مشروع تعزيز ورفع المستوى الإداري في إدارات مكافحة العدوى سواء في المناطق أو المديريات. هذا المشروع جزء من مشروع طموح تعمل عليه إدارة مكافحة العدوى، وهو مشروع بناء القدرات، حيث سيعمل على رفع المستوى الإداري في مديريات مكافحة العدوى من حيث إعداد وثائق مثل سياسات وإجراءات وخطط وما إلى ذلك، وأيضاً بمعيته راح يعمل على رفع مستوى الفرد وهم الأشخاص اللي راح يكونوا مسؤولين عن هذا المشروع اللي أطلقنا عليهم مسمى سفير التمييز الإداري، حيث من خلال العمل على مدى عام كامل، حضور المحاضرات والعمل العملي بكتابة والتواصل الفعال بيننا وبينهم، راح بإذن الله يأثر ذلك عليهم في رفع مستواهم كأعضاء في إدارات مكافحة العدوى. وهذه أيضاً وهذه من أهم أهدافنا. طيب، راح نتكلم بشكل عام ما هي مبادئ الإدارة. الإدارة لها عدة تعريف، من تعريف هذه إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. المقصود بكفاءة وفعالية اللي هي تحقيق الأهداف الصحيحة وبالطريقة الصحيحة، وذلك عن طريق إيش؟ عن طريق استخدام إيدر القوى البشرية والموارد المادية المتاحة بالأساليب الصحيحة. هدفنا رفع الكفاءة الإنتاجية في الأجهزة الحكومية. طيب، المدير العام أو المدير بشكل عام، ما هي الأدوار أو الوظائف اللي يجب عليه القيام فيها؟ عنده أدوار إدارية بحتة وعنده وظائف إدارية. طيب، ما هي الأدوار الإدارية؟ هي التعامل الشخصي سواء مع الرؤساء أو مع المرؤوسين. المقصود بذلك أني لما أتعامل مع الموظفين عندي أو المرؤوسين عندي، لازم أتعامل معهم بشكل صحيح، بشكل سليم، بشكل في حفظ حقوقهم، بشكل في تعاون بيني وبينهم. ليش؟ عشان أحصل على أفضل أداء منهم. أيضاً تعاملي مع الرؤساء يكون بشكل صحيح، بحيث أني أنا أعرض عليهم خطط، أعرض عليهم مؤشرات اللي تتماشى مع رؤية الوزارة أصلاً، وأعرضها بشكل صحيح وبالوقت الصحيح عشان أحصل على موافقتهم. طيب، ثاني شيء، اتخاذ القرار. إذن يجب على المدير أخذ القرارات الشجاعة، القرارات المناسبة، ولازم يعني ما يعمل إنه بس عمل روتيني من غير اتخاذ قرارات ودائما يرجع لمديره في أخذ القرارات. هذا يعني يضعف منه. لذلك يجب أن يكون المدير قادر على اتخاذ القرارات، قراراته تكون سليمة مبنية على دراسات. لما يدرس الموضوع يحصل أو يكون عنده أمامه أكثر من قرار ويأخذ القرار الصحيح. ثالث نقطة، تمثيل الإدارة خارجيا. يمثل إدارة مكافحة العدوى سواء على مستوى منطقته أو على مستوى خارج الوزارة بشكل صحيح، بشكل سليم، يقدم أعمال إدارة مكافحة العدوى إيش اللي هم يسوونه بالشكل المناسب. طيب، الوظائف الإدارية، إيش هي الوظائف الإدارية اللي لازم يعمل فيها بكفاءة؟ راح نعمل مثلا كعندي بروجكت. البروجكت طبعا كل أعمالنا الإدارية بنفس الطريقة. لو عندي بروجكت، إذا أول نقطة وأهم نقطة التخطيط السليم. لازم نخطط للعمل بطريقة سليمة بأنه يجمع جميع المعلومات اللازمة، لازم يضع له أهداف ويبني عليها خطته. ثاني شيء، التنظيم. التنظيم إنه يختار الأشخاص أو أفراد الفريق الصحيح والمناسب لهذا العمل، يكون عندهم مهارات مناسبة له، يكون عندهم رؤية خاصة فيهم مناسبة له. إذا اختيار الفريق الصحيح من أهم الركائز لنجاح أي عمل إداري. ثالثا، بعد العمل هذا التوجيه والقيادة. لازم أنا أعمل معاهم، أعرف الستبس اللي هم قاعدين يشتغلون فيها، قاعدين ينفذونها بالشكل الصحيح، أقدم لهم التحفيز المناسب، أقدم لهم الدعم المناسب لأداء عملهم. بعدها الرقابة، لازم يكون في متابعة لأداء العمل. هل البروجكت هذا هل وصل للأهداف اللي أنا حاطينها لهم؟ هل الطريقة طبعا في معرفة هذه النقطة أن يكون عندي مؤشرات أداء لقياس أدائهم، لقياس أداء البرنامج بشكل عام، هل البرنامج هذا استفدت منه أو لا؟ أخيرا التنسيق، لازم كل النقاط هذه يكون في تنسيق فيما بينها. طيب، إحنا بنتكلم عن التخطيط. التخطيط من أهم الركائز الإدارية، لذلك هو أول نقطة بنتكلم عنها. ما هو التخطيط؟ التخطيط هي طريقة لتحديد الأهداف وكيفية الوصول لها. طيب، إذن هو الطريق اللي يصل بأهداف النظرية اللي أنا حطيتها إلى أن تصبح نتائج وأرقام واقعية.
طيب ماذا تتصف الخطط فيه؟ تتصف أولاً بأنها مرنة، مرنة المقصود فيها أن أنا وضعت خطة لكن ما ضروري أني ألتزم فيها حرفياً. لو أنا كان عندي أي نقاط أو فاجأني أي أعمال على المستقبل، إذا أنا لازم خطتي تتصف بالمرونة لتتناسب مع هذه الأحداث اللي صارت. أيضاً لازم تتصف الخطط بالتكامل والترابط، لازم تكون متكاملة ومترابطة مع بعضها. الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية لازم تكون تمشي على نفس الاتساق. طيب إذا التخطيط بدايته لازم أعرف أين نحن الآن، كيف؟ لازم أجمع نتائج الخطط، لازم أجمع نتائج المؤشرات السابقة، لازم أجمع رأي الموظفين في أعمالهم السابقة أو أيضا الشكاوى من أصحاب المصلحة. كل هذه المعلومات لازم تتجمع عندي. بعدها لازم أحط لي الأهداف اللي هي إلى أين نريد الوصول، والأهداف من أهم النقاط في عملنا، راح تلقونها تتكرر كثير. التخطيط هي كيف نصل إلى ما نريد. لازم أضع خطة واضحة، لازم تكون فيها الأشخاص المسؤولين منهم، لازم تكون فيها فترة زمنية، لازم تكون نقاط متسلسلة واضحة في العمل أو في تنفيذ العمل. طيب نتكلم عن مبادئ الإدارة. مبادئ الإدارة بنيت على عدة مدارس، منها المدرسة الكلاسيكية، مدرسة الإنسانية، مدرسة النظامية، المدرسة الحديثة. كل منها طلع لهم مبادئ. جمعت هذه المبادئ في مبادئ الإدارة العشرة. طيب ما هي مبادئ الإدارة العشرة؟ ما هي المبادئ بشكل عام؟ أول مبدأ عندنا نطاق الإشراف. نطاق الإشراف معناته أن كل رئيس عنده مرؤوسين أعدادهم مناسبة لقدرته على متابعتهم. يكون عنده ما نعطي أعداد كثيرة ما يقدر يتابعها فيفقد أصلاً قوته أو يفقد أنه يقدر يقدم شيء. إذن هذه من النقاط المهمة. ثانياً التخصيص وتقسيم العمل، أني أحط اللي هو الهيكل التنظيمي واضح لكل فريق، أعداد ناس واضحين، ولكل إدارة فيها بيكون فيها مهام ومسؤوليات واضحة يعملون عليها. هذه من النقاط المهمة. ليش؟ عشان ما يكون في تعارض بينهم، ما يكون في تكرار العمل. وحدة الأمر معناتها أن لكل شخص رئيس واحد، ولكل شخص رئيس واحد يأخذ منه الأوامر ويرفع له التقارير. تكافؤ المسؤولية والسلطة. أي شخص أنا أعطيته مسؤولية لازم بالمقابل أعطيه سلطة عشان يقدر ينفذ هذه المسؤولية بإعطاء الأوامر بالمتابعة وغير ذلك. وحدة الهدف، لازم كل إدارة يكون لها أهداف واضحة ومحددة، ما يكون فيها أي تعارض، ما يكون فيها أي تداخل. أيضاً الإدارة تكون فيها توازن ومرونة، يكون فيها تنسيق. والتفويض. التفويض بمعنى أن كل مدير ممكن يفوض بعض المهام إلى شخص آخر، ومنها أيضا يتحمل هذا الشخص مسؤولية هذه المهام، لكن المدير نفسه ما يقدر يشيل نفسه من المسؤولية هذه. أيضا ترى المسؤولية موجودة عليه، المسؤولية لا تفوض. المركزية ولا مركزية، ممكن مركزية بمعنى أنه يكون لكل عمل مدير واحد، أو مثلا ممكن تقسم بأجزاء اللي هي مبدأ لا مركزية. الوظيفة، أنه كل وظيفة لها مهام ومسؤوليات واضحة ومحددة. الوظيفة غير مرتبطة بالأشخاص، الوظيفة لا تذهب مع ذهاب الشخص، لازم وظائف محددة، لازم مهام ومسؤوليات خاصة في كل وظيفة. طيب المدرسة الحديثة في الإدارة تطورت في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، لأن اليابان توجهت إلى أن التطوير الإداري والتطوير الصناعي فيها، لذلك كانت عندهم أكثر من نظرية نجحت ونظرية تطورت عندهم. منها النظرية اليابانية، كان جل اهتمامهم بالموظف، حيث كانوا يرون أن اهتمام بالموظف سيؤثر أيضا على الإنتاجية، أنه يكون عنده أمان وظيفي، يكون عنده يشركونه في اتخاذ القرار، تطويره وظيفياً. أيضاً عملوا على إدارة الجودة في العمل. ونقطة أيضاً ثالثة، عملوا على أنه إدخال التكنولوجيا في العمل، وهذا من النقاط اللي فعلاً أثرت وطورت في أداء العمل. طيب مشروعنا إن شاء الله رح يعمل على منهجية إدارية. طيب المنهجية الإدارية، أي إدارة إحنا نبغى نعرف عليها، عندنا أربع نقاط. أولاً المنهجية. المنهجية بمعنى أن نوضح إيش هي الوثائق الموجودة عندنا، سواء كانت أهداف، خطط استراتيجية تشغيلية، سياسات وإجراءات، الهيكل التنظيمي، الوصف الوظيفي، مؤشرات الأداء. هذه كلها تعتبر منهجية إدارية، تكون موثقة بوثائق.
ثاني شيء، ثاني نقطة عشان أعرف على العمل على إدارتي، راح نوضح الأداء، أدائي كيف هذه الوثائق أو كيف أدائي للعمل لما أحط برامج وأضع لها خطط وأبدأ في تنفيذها. هذا هو الأداء، كل أداء له نتائج. على حسب هذه النتائج راح نعمل النقطة الثالثة اللي هي التطوير. أنا على حسب نتائجي راح أضع مشاريع وأضع مبادرات تطويرية لتطوير عملي. هذه النقطة الثالثة اللي تبين أنك إدارة جيدة. رابع نقطة اللي هي التقارير، لازم لكل عمل يكون عندي تقرير يوضح أداء عملي. فهذه من هذه النقاط الأربعة، هذه اللي بنشتغل على جزء منها في مشروعنا بإذن الله. طيب ما هي الأهداف؟ الأهداف ومثل ما قلت لكم أكرر عليكم، الأهداف من الأشياء والنقاط المهمة اللي بترون أني في خلال عملي في أي وثيقة هو أساسها. الهدف تعريفها هي النتائج المطلوب تحقيقها في المستقبل. طيب الهدف هو إيش؟ أداء لقياس الأداء، أدائي كيف أقيسه بمعرفتي بالأهداف، ونحدد أيضا أولوياتنا. أنا كإدارة ما أضع مثلا لي 10 أو 15 أو 20 هدف لها أولويات ضعيفة تقالي في نهاية العام ما أنتجت فعليا شيء مهم. إذا لازم نضع فيها، نحدد فيها أولوياتنا. وأيضا الأهداف هي أساس عمل التخطيط. أنا ما أقدر أعمل خطة وأبني خطة من غير هدف. طيب ما هي أنواع الأهداف؟ عندنا الأهداف الاستراتيجية. الأهداف الاستراتيجية هي أهداف طويلة المدى، هي أهداف المسؤول عنها القيادة أو الإدارة العليا. بعدين عندنا الأهداف التشغيلية، هي أهداف قصيرة المدى مدة مثلا سنة أو أقل، ويكون المسؤول عنها الإدارات الوسطى والعليا، لازم يضعون جميعهم أهداف تشغيلية لهم. لازم الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية تكون متكاملة مع بعضها البعض، ما يكون في أي تعارض ما بينها. طيب عندي أهداف عامة، المقصود أني مثلا كل إدارة يكون لها هدف عام، هدف أو هدفين عامة على مستوى إدارة كاملة. منها راح ينبع الأهداف الخاصة اللي تكون على مستوى البرامج داخل الإدارة اللي راح تشتغل عشان تحقق الهدف العام. طيب الأهداف لازم تكون سمارت، هذا شرط أساسي. المقصود بسمارت إنها تكون specific, measurable, achievable, realistic والtime، بمعنى إنها الأهداف لازم تكون محددة وواضحة، أي أحد يقرأ الهدف يفهمه. ثانيا تكون قابلة للقياس، بمعنى إن يكون لها خط أساس وهدف أنا راح أوصل له، مثلا أرفعها 15% عن خط الأساس، فمعناتها أني أنا أقدر أقيسها بنهاية العام، فأقدر أني أشوف هل حققت هدفي أو لا. ثالثاً لازم يكون واقعي، لازم يكون مقنع، لازم ما نحط أهداف خيالية صعب تحقيقها. لازم يكون الهدف مشروع، مشروع بمعنى أنه ما يكون مخالف للدين، ما يكون مخالف للدولة. لازم أحدد بزمن، لازم أحدد أني أنا أبغى أوصل لهذا الهدف خلال مثلاً عام، خلال شهر، whatever، لازم أحدد الزمن عشان أقدر أتأكد أني أنا حققت هذا الهدف أو لا. الأهداف مهم أنها تكون متناسقة، مهم أنها ما تكون أبداً متعارضة، لازم تكون مكملة لبعضها البعض. الهدف يكون صعب، ما يكون سهل، ما أجيب أي هدف سهل وأقول هذا هدفي عشان أسهل عملي، لا، لازم أتحدى نفسي، لازم يكون الهدف صعب لكن ممكن وليس بمستحيل. طيب نتكلم عن الخطة الاستراتيجية. احنا زي ما قلنا الخطة الاستراتيجية دائما تكون على مستوى الإدارات العليا، اللي تكون على مستوى وزاري. طيب وضعنا الخطة الاستراتيجية، احنا كإدارة مكافحة العدوى وضعنا خطة استراتيجية، لكن هل وضعناها لوحدنا؟ لا، كانت قائمة على الخطة الاستراتيجية للوزارة. خطة الاستراتيجية للوزارة قائمة على الخطة الاستراتيجية للدولة. خطة استراتيجية الدولة تقوم أيضاً على أهداف عالمية وضعت في 2017، وضعت الأمم المتحدة 17 هدف عالمي الدول التزمت بتحقيقها بحلول 2030، ومنها المملكة العربية السعودية اللي تم وضع رؤيتها عليها. طبعاً إحنا رؤية المملكة هي المجتمع الحيوي، عندنا الاقتصاد المزدهر، وعندنا الوطن الطموح. طيب الآن مثل ما قلنا إحنا وضعنا أهدافنا أو خطتنا على أهداف الوزارة. وش هي أهداف الوزارة؟ لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، تحسين جودة وكفاءة الخدمات، تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية. منها إحنا وضعنا أهدافنا وخططنا الاستراتيجية. طيب الخطة الاستراتيجية إيش تعريفها؟ تعريفها هي عملية فكرية تصور بها الإدارة مستقبلها، فتضع الإجراءات والعمليات الضرورية لبلوغ ذلك المستقبل. إذن
تحديد الخطة الاستراتيجية مهمة ورؤيتها وأهداف الإدارة عالية المستوى، نضعها في خلال كم؟ في خلال مدة طويلة اللي هي 3 إلى 5 سنوات. لازم جميع الإدارات تعمل معا على وضع هذه الخطة، تكون متوائمة مع بعضها البعض. فيها يتم وضع خارطة أو يتم وضع الطريق الصحيح نحو تحقيق الرؤية النهائية للإدارة، اللي هي طريقة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الموضوعة. ويجب أن نأخذ بالاعتبار كيفية قياس هذه الأهداف، ويجب أن نضع أيضاً اللي هي المشاريع والبرامج الرئيسية اللي تحقق تحقيق اللي تسبب تحقيق هذه الأهداف. طيب أنا لما أعد الخطة الاستراتيجية، أولاً يجب أن أضع رؤيتي. رؤيتي إيش المقصود فيها؟ اللي هي رؤيتي للمستقبل، اللي هي وصف الإدارة للوضع الذي تأمل أن تكون عليه مستقبلاً. إيش رؤيتنا إحنا في إدارة مكافحة العدوى؟ أن نكون نموذجاً رائداً وناجحاً على المستوى الدولي، مميزاً بخلو المنشآت الصحية من العدوى. ثانياً يجب أن نضع رسالة اللي تجيب على أسئلة من نحن ماذا نريد، وتضع وصف للغرض الأساسي من وجود الإدارة. رسالتنا في إدارة مكافحة العدوى الوقاية من عدوى المنشآت الصحية والحد من انتشارها. ثالثاً نضع القيم. القيم هي عبارة عن مجموعة من المعتقدات الأخلاقية، هي ما لها دخل بأي نقاط فنية. مجموعة من المعتقدات الأخلاقية الأدبية المهنية والجوهرية. إحنا قيمنا في إدارة مكافحة العدوى تحقيق غايات، صنع الاختلاف، الإبداع، الكمال في الأداء والتعاون. إذن بعد كذا أنا راح أقوم بتحليل موقف الحالي الموجود بجميع المعطيات الموجودة عندنا، وأبدأ منها ببناء خطتي. طيب بناء الخطة قلنا ونكرر أنه لازم يكون عندي أهداف استراتيجية. الأهداف الاستراتيجية تقوم على الغايات. الغايات هي ترجمة للرؤية والرسالة، تعطي فكرة سبب الوجود، منها نبني الأهداف الاستراتيجية. أهدافنا الاستراتيجية في إدارة مكافحة العدوى 3: وضع نموذج جديد وفعال من حيث التكلفة، برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها يتوافق مع رؤية المملكة، اعتماد إدارة الجودة الشاملة، بناء القدرات ورفع مستوى المعرفة والمهارة للموظفين السعوديين فيما يخص ممارسة مكافحة العدوى. وأعيد عليكم أن هذه الأهداف مرتبطة بأهداف الوزارة التي بدورها مرتبطة بأهداف الدولة، سلسلة متكاملة ما في أي تعارض بينها. بعد كذا بعد ما وضعنا الأهداف نضع مؤشرات قياس الأداء. مؤشر قياس الأداء وش أهميته؟ هو وسيلة لقياس أدائي، هل أنا فعلا حققت هدفي أو لا. هي تستخدم لتقييم وقياس التقدم الذي تحققه الإدارة للوصول لأهدافها. طبعا هل لكل هدف مؤشر واحد؟ لا، ممكن لهدف واحد لديه أكثر من مؤشر. مؤشرات الأداء غالبا تكون بصيغة قابلة للقياس، عدد، نسبة أو معدل. ويجب أن يكون هناك سبب لاختيار المؤشر. المؤشرات ما نضع أي مؤشرات، لازم تكون المؤشرات هذه شيء يستحق القياس ويكون له تأثير على صناعة القرار. بعد كذا بنتكلم عن المستهدفات. المستهدفات هي المطلوب تحقيقها في مدة زمنية محددة، وتوضع في خلال الإعداد للخطة الاستراتيجية. أيضا أنا عساس أحقق أهدافي لازم تقوم على مثلا برامج ومشاريع محددة. طيب لازم أضع البرامج والمشاريع اللي أنا حددتها، ولازم أضيفها في خلال عمل الخطة الاستراتيجية. لكل برنامج ولكل مشروع لازم يكون عنده أهداف الخاصة، وهذه الأهداف أيضا يكون لها مستهدفات ويكون لها مؤشرات قياس. وأيضا ممكن يكون لها برامج نفسها داخلية فرعية أو إجراءات داخلية فرعية على أساس تحقيقها. بعدها نبدأ ببناء الخطة الاستراتيجية. نتكلم الآن عن الخطة التشغيلية. الخطة التشغيلية مثل ما قلنا اللي هي يعمل عليها طبعا الإدارات، سواء كانت في وزارة أو في المديريات أو غيرها. أي إدارة يجب أن يكون لها خطة تشغيلية. خطة تشغيلية اللي هي سنوية قصيرة المدى، وأي خطة لازم يكون لها قبل بدايتها نضع نفس الفكرة، أن نجمع المعلومات ونضع الأهداف ومنها نبني خطتنا التشغيلية. إذن الخطة التشغيلية هي إطار عمل يتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج لكل منها هدف، والهدف لازم يكون ذكي، ونبني عليه خطة ويكون لها مؤشرات أداء. وإحنا محددينها مختلفة عن الاستراتيجية إنها مثل ما ذكرنا قصيرة وليست طويلة، ولكن لازم إنها تكون متماشية مع الخطة الاستراتيجية، ما يكون كل خطة لوحدها. طيب الخطة التشغيلية تختلف عن الاستراتيجية أنها مفصلة بشكل دقيق، محددة إجراءات مثل ما ذكرنا، إجراءات كل إجراء. يعني أنا مثلا بحط الخطة التشغيلية التواصل مع شخص معين، راح يكون الذي يقوم بالتواصل مثلا سين من الناس، لازم التواصل هذا يتم
في تاريخ المذكور، ولازم ينتهي التواصل ويكون النتيجة في تاريخ مذكور، وبعدها هل تمت المهمة أو لا. خطة تفصيلية، الهدف من الخطة التفصيلية عشان ما تضيع أي مهام، عشان المهام نفسها ما يسبق الوقت وتلقى الوقت مشى وأنت ما حققت شيء، فهي جدا جدا مهمة في ترتيب العمل وفي تحقيق المستهدفات اللي أنت واضحة لك. نتكلم عن السياسات والإجراءات. لكل إدارة لازم يكون عندها سياسات وإجراءات، وسياساتها تقوم على أهدافها. طيب ما الفرق بين السياسة والإجراء؟ السياسة هي عبارة عن بيان رسمي لمبدأ أو قاعدة يجب أن تتبع من جميع أعضاء الإدارة، فيما أن الإجراء تفصيلي أكثر، يحدد كيف تنفذ هذه السياسة بشكل إيش؟ تعليمات، مهام مكتوبة، خطوات منطقية مفصلة مترابطة مع بعضها البعض، تحدد لي أسلوب عملي. إذن السياسة هي إجابة عن سؤال ما وتكون بشكل عام، فيما أن الإجراء هو الإجابة على سؤال كيف ويكون بشكل مفصل. طيب عندنا إحنا نموذج هنا للسياسات والإجراءات لكل نقطة محدد إيش المفروض أنه تحتوي عليه، وبعدها طبعاً الاعتمادات يجب أن تكون من أصحاب الصلاحية. الآن بنتكلم عن الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي، ما أهمية الهيكل التنظيمي؟ الهيكل التنظيمي يمثل صورة الهيكلية الإدارة، يتم تصميم هذا الهيكل يناسب طبيعة عمل الإدارة نفسها، سبب في ذلك تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. ما الذي يتضح في الهيكل التنظيمي؟ يتضح فيه أنواع وعدد الوظائف المطلوبة في هذه الإدارة أو الموجودة في هذه الإدارة، يبين لي خطوط السلطة والمسؤولية، من المسؤول عن من، أنا أتبع لمن ومن يتبع لي. هذه من أشياء النقاط المهمة. ثالثاً أنه يحدد لي الأقسام، يحدد لي الأقسام الداخلية في نفس الإدارة وعلاقة هذه الأقسام مع بعضها البعض. أي شخص خارجي لما يطلع على الهيكل التنظيمي راح يتضح له حجم الإدارة، راح يتضح له أنواع الأنشطة فيها. طيب لما أبدأ في تحديد الهيكل التنظيمي كيف طريقة؟ إما أني أخذ الأهداف أساس فأضع الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية، ومنها أبدأ في تكوين الإدارات التي تخدم مصلحة هذه الأهداف. هذه طريقة. الطريقة الأخرى عن طريق تجميع الأنشطة، فممكن أني مثلا تكون أساسها الوظيفة. ما هي الإدارة؟ يعني كل وظيفة أحدد لها إدارة منفصلة وهي اللي أبنيها على هذا الأساس. مثلا أحط إدارة المتابعة، إدارة التقييم، إدارة التفشيات وما إلى ذلك. ثانيا إما أنها تبنى على المنتج أو تبنى على الموقع الجغرافي. مثلا أنا أضع هيكلتي إدارة مكافحة العدوى وأقسمها إلى 20 إدارة، كل إدارة تمثل منطقة أو محافظة. ثالثاً ممكن رابعاً تكون على المستفيد. المستفيد ممكن أقسم هيكلتي على ثلاثة، اللي هو المستشفى أو المنشآت الصحية الحكومية تابعة لوزارة الصحة، المنشآت الصحية الحكومية غير تابعة لوزارة الصحة، والمنشآت الصحية الخاصة أو مختلط، وهذا هو السائد. عادةً يتم خلط جميع هذه النقاط وعمل الهيكل على هذا الأساس. بعد ما يتم عمل أو تحديد الهيكل تبدأ رسم الخريطة التنظيمية. الخريطة التنظيمية تكون تفصيلية أكثر وممكن يكون لها عدة أشكال، إما تكون رأسية مثل الهيكلتنا إحنا في إدارة مكافحة العدوى، أو تكون أفقية أو تكون دائرية. طبعا مثل ما نشوف عشان نرسم الهيكل التنظيمي، أي مستطيل أو مربع يسمى بالإدارة أو ممكن تسميته بالوظيفة نفسها. الخطوط المتصلة اللي تكون أفقية تكون علاقة الرئيس بالمرؤوس، الخطوط المتصلة الأفقية تكون علاقة الإدارات مع بعضها البعض، ممكن مثلا الأشكال الدائرية تمثل اللجان، الخطوط المنقطة هذه تمثل مثلا علاقات استشارية بين الإدارات. بعد ما يتم عمل الهيكل التنظيمي ورسمه يبدأ كتابة الدليل التنظيمي. الدليل التنظيمي هو عبارة عن كتيب. كتيب هذا يكون في تعريف بالإدارة، يكون في ملخص اسم الإدارة، يكون عنوانها، نبذة عن الإدارة، يكون في الهيكل، يكون في المهام، وأي ملاحق أيضا ممكن تضاف فيها. الآن نبغى نتكلم بعد ما تم عمل السياسة والإجراءات، الهدف والخطة، نبدأ الآن في كتابة والهيكل، نبدأ في كتابة الوصف الوظيفي. الوصف الوظيفي هو المهام والمسؤوليات لكل وظيفة.
إيش هدفي من البطاقة، أني أعمل بطاقة وصف وظيفي؟ أولا أنه ما يكون في تداخل بين الأعمال الوظيفية، ما يكون في ازدواجية، بالتالي يؤدي ذلك إلى أنه يضيع جهد الفرد في أداء نفس العمل. ثانيا هو ترجمة للسياسات والإجراءات، تترجم السياسات والإجراءات إلى مهام واضحة ومحددة. ثالثا هي مرجع للموظف، نفس الموظف عشان يعرف مهامه وصلاحيته، المهام المطلوبة منه والصلاحية المعطاة له، هذا هو المرجع اللي راح يساعده فيها. رابع نقطة توضيح قنوات الاتصال سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بالتالي أن الموظف ما يكون ما يقوم بأي تجاوزات تكون غير مقصودة أكيد منه، لكن هذا المرجع يساعده في معرفة حدود تواصله. خامسا زيادة فعالية اختيار الموظفين المناسبين للمهام، وبالتالي يسهل عملية التوظيف. يعني أنا كمدير لما يكون عندي بطاقة وصف وظيفي، أنا أعرف من الأشخاص اللي أحتاجهم، أنا أعرف الكفاءات اللي لازم تتوفر فيهم، أنا أعرف كم من أعداد الأشخاص اللي أنا أحتاجهم، فهذا جدا مهم. أيضا تساعد في عملية تقييم أداء الموظف، أنا الموظف أنا أوريدي أنا أعطيه مهام ومسؤوليات وأنا معطيه دوكيمنت، إذا أنا في نهاية العام أقدر أقوم بتقييم أداء بناء على هذه المهام والمسؤوليات المعطاة له، هل أداها أو لا. أيضا يساعدنا في تحديد الاحتياجات التدريبية، أنا مثلا الموظف أو وظيفة معينة تحتاج صفات محددة، عندي موظف يقوم في العمل هذا لكن الصفات ما هي موجودة كلها فيه، إذا هو ناقص مثلا نقطة أو نقطتين، إذا أنا أعرف أن هذا الموظف يحتاج تدريب في هذه النقطة أو النقطتين الغير موجودة فيه. هذا نموذج لبطاقة وصف وظيفي تم عمله من إدارة مكافحة العدوى. يتم فيها هنا، أنا بس بذكر نقطة معينة، المؤهلة العلمية، يوضح أدنى مؤهل وخبرة يجب أن يتحلى بها الموظف. أنا مثلا كالوظيفة هذه أنا أحتاج شخص بكالوريوس، لكن لا يمنع طبعا أن يكون عنده ماجستير، يكون عنده دكتوراه، ما يحتاج أني أذكر كل هذه النقاط، أنا أذكر أقل مهنة أو أقل شهادة يحتاج أنها تكون موجودة عنده. طيب نتكلم الآن عن مؤشرات الأداء، سبق وتكلمنا عن مؤشرات الأداء في شريحة سابقة. طيب مؤشر الأداء هو يقيس مدى التقدم تجاه الهدف، ويقيس مدى تحقيق الأنشطة المنفذة للنتائج المرجوة منها. إذن هذه من النقاط المهمة، مثل ما ذكرنا المؤشرات جدا جدا مهمة في معرفة أدائي. السبب في ذلك يضمن أن عمل إدارتي موجه في الاتجاه الصحيح، أن ما أروح أو أن أعمل أعمال عشوائية ما لها أي معنى، ما لها أي هدف، ما لها أي نتيجة، ويساعدني في تحديد أوجه القصور التي تساعد في وضع الخطوات الصحية اللازمة. إذا أنا خلال عملي وجدت أن في هذه النقطة أو النقطتين أو الثلاثة هي اللي أدت إلى إيقافي من تحقيق الهدف المرجو، هي اللي ما حققتها أو كان الهدف ما هو بالنتيجة اللي أنا أتوقع أو أطمح لها، إذا تحدد لي الأسباب في ذلك، هذا يساعدني في خطتي في العام القادم تكون مكملة للخطة السابقة، ما نمشي في دوائر مفرغة بدون أي نتيجة، ونجد أننا مشينا في 5 أو 6 أو 10 سنوات ما كان فيه نتائج واضحة أو تقدم في العمل أو تطور بما يخدم مصلحة الفرد في وزارة الصحة. عندي نقاط يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد المؤشر، لازم يكون المؤشر يكون واضح أي أحد يقراه يفهمه، لازم تكون في علاقة بين المؤشر وبين الهدف، ما يكون المؤشر في جهة والهدف في جهة، لازم يكون فيه كفاية، هل مؤشر واحد يخدم الهدف أو يحتاج أني أكثر من مؤشر عشان يوضح نجاح هذا الهدف، لازم يكون قابل للقياس أقدر أقيسه، بمعنى أن يكون عندي مستهدف، يكون عندي خط أساس، لازم يكون عندي أيضا قابلية تحقيق الهدف، هو المؤشر هذا يقدر أقدر أحققه أو ما أقدر أحققه بعدة نقاط معينة. بطاقة المؤشر عندنا بطاقة مؤشر أيضا من النقاط المهمة، لكل مؤشر أداء يكون له بطاقة، البطاقة هذه مثل ما نشوف الآن نقاط محددة، ما راح أدخل بالتفاصيل وكل نقطة إيش المفروض تكون فيها، لكن أنا أبغى أشرح ما هي فائدة بطاقة المؤشر. بطاقة المؤشر فائدتها إنه الشخص إذا مثلا كان في إجازة وجاء شخص مسك مكانه، أو مثلا الشخص هذا طلع من الإدارة، الشخص اللي بيجي الثاني ما يحتاج التواصل، ما يضيع المؤشر، يكون عنده بطاقة مؤشر تفصيلية توضح إيش هو المؤشر،
إيش من المسؤول عنه، كيف طريقة جمع المعلومات، توضح لي مثلا وحدتها، توضح لي القيم الأساسية الموجودة، توضح لي هل هدفي من المؤشر أن هذا أنه يرتفع أو يقل. فهذه النقاط كلها لما تكون موجودة في بطاقة مؤشر، أنا كشخص لما أقرأها بتوضح لي طبيعة وطريقة جمع المعلومات الخاصة بهذا المؤشر، بالتالي توضح لي في النهاية هل مثلا أنا أمشي للطريق الصحيح بفهمي له أو لا. نتكلم عن البرامج والمشاريع. إحنا في أي عمل لما يكون فيه أداء أو لما يكون فيه نتيجة، النتيجة هذه هي مثلا في خلال العام الذي يلحقه راح تساعدني في إني أضع برامج، أضع مشاريع تحسينية، أضع مبادرات تناسب، تساعدني في التطوير وتساعدني في حل الإشكاليات أو المشاكل التي لم اللي سببت عدم تحقيق الأهداف السابقة. إذن عملنا وأؤكد عليه دائما يكون مترابط، لازم يكون يبنى على نتائج سابقة ويبنى على تجربة سابقة عشان أتفادى فيها أي إشكاليات وأساعد في تطويري. إذن يتم تحديد وإنشاء المشاريع والمبادرات بهدف تحقيق أهداف منظمة، ذلك ليش؟ للتحسين والتطوير، لحل أي عوائق والتغلب على أي تحديات. المشروع دائماً هي مجموعة تعتبر من الأعمال تدار بطريقة متناسقة للحصول أو الوصول إلى نتيجة أو خدمة محددة بتاريخ بداية ونهاية. طيب لضمان أي مشروع عندنا عدة نقاط، منها راح نذكر أنه لازم يكون في تخطيط، لازم يكون في حوكمة للمشروع، لازم يكون نطاق ولها المشروع واضح، لازم مهام واضحة، لازم لها بداية ولازم يكون لها نهاية. يجب أن توضع معايير لكيفية تسليم المشروع، لازم لكل مشروع عنده وثائق موضحة ومحددة، وكيف نسلم هذا المشروع، كيف نقول أن هذا المشروع منتهي. التوثيق مهم جدا في عملية عند وجود أي مشروع. لازم يحدد مثل ما قلنا الأشخاص اللي بيقوم بالتنفيذ، لازم تكون النقاط مفصلة، لازم يكون الزمن محدد ومفصل، ولازم نضع لي مستهدف نسبة أو رقم محددة في مثلا كل ربع سنة كمثال، اللي هي نطلق عليها مراحل المشروع. يجب أن تتم المتابعة والتدقيق مع كل الجهات ذات العلاقة، ممكن مشروع يكون في أكثر من إدارة داخلة فيه. طيب نتكلم عن البرامج. البرامج ممكن برنامج نفسه يكون يحتوي على عدة مشاريع، ممكن يحتوي على عدة إجراءات في نفس هذا البرنامج عشان نصل إلى الهدف اللي احنا حاطينه. لازم لكل برنامج مثل ما قلنا هدف، والبرنامج نفسه بيكون لمشاريع داخلية وإجراءات داخلية لكل منها أهداف. إذا البرنامج ممكن في محصلته النهائية يكون عندي يحتوي على 5 أو 6 أو 10 أهداف، ولكل هدف إجراءات مفصلة ومؤشرات أداء تصب في الهدف الفرعي والتي بدورها تصب في الهدف الأساسي للبرنامج. طيب البرنامج وش ممكن فائدته؟ أنه يعالج البرامج نقاط التحسين التي يتم تحديدها بناء على النتائج السابقة، بناء على البرامج السابقة، السبب في ذلك أو الهدف، حتى تتمكن الإدارة من التقدم. يتم ترتيب أولويات البرامج بناء على إيش؟ على علاقتها بالأهداف الأساسية لإدارتك. الإدارة مثلا أنا وضع هدف أو هدفين أساسيات، بناء عليها راح أضع أولويات البرامج. طيب البرنامج نفسه ممكن يتقسم إلى برامج رئيسية. من البرامج الرئيسية ينقسم منها برامج فرعية، وممكن تقسيم العمل على البرامج إلى مجموعة مشروعات، كل برنامج فرعي أو أنشطة، ونفسها داخليا ممكن تكون على عمليات داخلية مفصلة. إذن هذا عشان هذا كله طبعا تكتب في الخطط أو التخطيط أو الخطة التشغيلية لهذا البرنامج. نهاية راح نتكلم عن التقارير. التقارير تنقسم إلى مثلا أو أنواع تقارير دورية. تقارير دورية محددة مثلا كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، أو تقارير غير دورية اللي تكون تقارير استثنائية. إيش فائدة التقرير؟ التقرير هو وسيلة تواصل، وسيلة تواصل بمعنى أني أنا وأنا موجودة في الوزارة أقدر أقرأ تقرير لأي برنامج في المديرية وأفهم منه عمل أو أداء هذا البرنامج. أقدر أعرف كيف عمل البرنامج، أقدر أعرف نتائج البرنامج، هل حققوا الأهداف أو لا، هل إيش هي النقاط اللي مثلا عاقتهم عن تحقيق الأهداف وأستفيد من هذه التجربة، إيش النقاط اللي هم سووها عشان يتغلبون على هذه الأهداف وأيضا أستفيد من هذه التجربة، وأقرأ التوصيات اللي هم حاطينها عشان للتطوير البرنامج في العام المقبل. إذن هي وسيلة فعالة، أيضا هي وسيلة تحفظ لك، تحفظ التاريخ، يعني تحفظ لك أنت كإدارة أعمالك لمدة مثلا
خمس سنوات 10 سنوات إيش اللي يتم كل سنة. بالتالي لما تطلع عليها تقدر تشوف أداء هذه الإدارة بشكل واضح ومحدد. من أهداف التقرير إيش؟ إنها أولا تحدث التغيير، ثانيا تؤثر في الآخرين، ثالثا تقنعهم بما جاء في التقرير. أنا قدمت عمل أو قدمت برنامج لما أعرض فيه نتائجي مثلا كانت فيه توجهي فيه توجه مختلف، قمت بأعمال مختلفة عن المعتاد، كان فيه أفكار مختلفة، فلما أنا أعرضها وأعرض نتائجي وأقول إن هذه الأعمال اللي أنا سويتها حققت لي 1 و2 و3، طورت لي 1 و2 و3 وسببت لي نتائج جدا رائعة بأي اتجاه، راح هذا يساعد على أني أقنع الآخرين بالمنهجية حقتي وممكن يتبعونها ويكون فيه تغيير أو تحديث أو إقناع للآخر برأيي أنا. ومهم جدا مهم جدا عند كتابة أي تقرير أن يكون عندك هدف واضح من وضع هذا التقرير، مو فقط أن تكون فقط شيء يكتب، لكن لا يجب أن يكون لي هدف من هذا التقرير. التقارير عادة تحتوي على تحليل المعلومات، تحتوي على توضيح للمشاكل وإيش الحلول اللي اقترحتها أو نفذتها أو تقترح أنها تنفذ في المستقبل. ممكن يكون في عرض لدراسات اللي توثق مثلا طريقة العمل أو منهجية العمل اللي أنت سويتها، ففي دراسات مختلفة أو عالمية تساعدك على إيضاح أو إيصال فكرتك. ممكن أيضا تحتوي على الأهداف اللي أنت موجودة اللي أنت لبرنامجك، وهل تم تحقيقها أو لا، وهل النتائج إيش كانت النتائج من هذه الأعمال، هل الهدف فعلا كان هدف صحيح أو لا. هذا أيضا بيساعدك وش النتائج اللي تحققت. بالتالي ما تكرر مثلا أهداف على سنوات وهي ما تحقق لك أي نتيجة. يوضح فيها أيضا هل التزمت بالبرنامج الزمني، هل كان الزمن هذا مناسب أو لا، هل كان أكثر هل كان أقل، هل النتائج هذه كانت فعلا لها تأثير وقتي أو الفترة القصيرة أو فعلا تأثيرها تأثير مستمر. من العناصر أيضا كل تقرير لازم يكون العناصر هي الموجودة هنا، ما راح ندخل بالتفاصيل، لكن كل تقرير له توضع له عناوين محددة ويتم فيها شرح النقاط مثل ما هو مذكور أمامنا. من النقاط أيضا اللي تكون جيدة أن يكون فيه شكر وتقدير، شكر وتقدير لمن ساعدك في بناء التقرير. مثلا كمنشآت صحية أيضا حقهم أن أشكرهم على أعمالهم اللي هم قدموها، بحيث أن أي منشأة لما تقرأ التقرير وتشوف في شكر أو تقدير لها هذا بيعني بيكون له تأثير إيجابي على الجميع. آخر نقطة اللي هي ما تأثر التحول على النواحي الإدارية. حقيقة لا يوجد تأثير على التحول على النواحي الإدارية لأي إدارة، الاختلاف فقط أن المحتوى هو اللي بيتغير، بيتم تعديله بناء على مهامك بناء على وثيقة حقة التحول الموجودة عندك. لذلك إذا أنت حاب أن يكون عندك مرجع ممكن تطلع على الوثيقة، ممكن تطلع على المهام اللي إحنا حاطينها، المهام لكل مديرية فيها تجمع، تأخذ منها اللي هي أساس عمل لوثائق بإذن الله. إذا بنهاية هذا المشروع إيش اللي راح ينتج من كل مديرية أو كل إدارة مكافحة العدوى سواء في منطقة أو محافظة، راح يكون للأشخاص اللي إحنا حددناهم أول فريق المشروع واللي بيترأسها سفير التميز الإداري في هذه المنطقة يكونون على معرفة بطريقة إعداد الأهداف والخطة التشغيلية السنوية، على معرفة بطريقة إعداد المؤشرات الأداء، على معرفة بكيفية اختيار مشاريع تحسينية ومبادرات وكيفية كتابتها. يتم إعداد من كل إدارة أو مديرية في إدارة مكافحة العدوى تكون أعدت بنهاية هذا المشروع سياسة وإجراءات، أعدت هيكل تنظيمي وظيفي، أعدت الوصف الوظيفي اللي هو يبين المهام والمسؤوليات، وأيضا بيكونون على معرفة بطريقة كتابة التقارير الدورية بشكل صحيح. هذا باختصار اللي هي لفكرة إن شاء الله المشروع اللي بننفذه معاكم، وأرجو إن شاء الله أنه يكون واضح للجميع. شاكرة ومقدرة لحسن استماعكم.